السلام عليكم، كيفكم يا أحلى أصدقاء؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. فيديو اليوم زي ما مبين من العنوان عن قصتي مع كرة القدم. طبعاً كلكم تحبون كرة القدم، أو على الأقل إذا ما تحبون تلعبونها تحبون تشوفونها. أدري أنه في ناس ما تحب كرة القدم، مدري ليش. المهم أعتقد أنه تعلقي بكرة القدم ما إجا كذا صدفة. لما كنت صغيرة كنت أشوف أفلام الكرتون زي ماجد والكابتن رابح. الملعب والباب بطولة عشب والحاء حب للرياضة، هكذا نكون كما يكون الأبطال. كانت أحداث المسلسل وخصوصا الأغنية تعطينا حماس أننا نروح نلعب كرة القدم. وأتذكر أن في يوم شفنا أنا وأختي حلقة مثيرة من الكابتن رابح، ولما خلصت الحلقة طلعنا السطح، ولأنه ما كانت عندنا كرة رحنا نلعب كرة القدم بهذا سطل الزيت تعرفونه. وكنا كل مرة نرميها من السطح وتروح على الشارع: ميرا انزلوا، ازعجتموني وازعجتوا الجيران. ولما كان يلعب المنتخب المغربي كأس إفريقيا كنا مرة نتحمس، كنا نجلس ويا أبي: بابا شنو يعني تسلل؟ وهنا كانت أول مرة أفهم شنو معنى تسلل. التسلل إذا ما خاني التعبير هو لما يكون المهاجم اللي لسه ما مسك الكرة أقرب من خط المرمى من أقرب مدافع ومن حارس المرمى. بابا شنو معنى ركنية؟ أسئلتنا ما كانت تخلص، كل دقيقة لازم نسأل 10 أسئلة. ولأن أبي كان يجاوبنا بصدر رحب صرنا مرة نتعلق بكرة القدم. يلا اجمعي فريق كبير نروح نلعب كرة القدم في الحي. أنا رح أكون ميسي. لا أنا أخذت الدور قبله. لا أنا رح أكون ميسي. كذا كان بيصير، كل البنات كانوا يتخيلون نفسهم لاعبين حقيقيين. وطبعا أسوأ مكان كان ممكن إننا ناخذه هو حارس المرمى، لا أحد كان يبغى هذا المكان. طبعا لأنك رح تجلس طول الوقت وأنت واقف قدام الحجرتين الصغيرتين. وفي يوم شفنا أولاد يصعدون حائط المدرسة عشان يلعبون في ملعب المدرسة. والله فكرة، إحنا كمان نبغى نلعب في ملعب حقيقي. وهنا كبرت طموحاتنا وصرنا نبغى إن كمان نلعب في ملعب حقيقي. يلا يا بنات، إحنا كمان لازم نشد الهمة ونروح نصعد الحائط قبلهم. وكنا اتفقنا، ويوم الأحد كنا في الموعد. طبعا الملعب كان قدام بيتنا فكان الأمر مرة سهل. يلا ساعديني أصعد، أنتي مرة ثقيلة وقصيرة بعد. كنا نحاول مرة واثنين وثلاث وبكل الإمكانيات، بس طبعا ما كنا نقدر إن نصعد الحائط، الحائط كان مرة طويل. الحمد لله إنه ما في أحد شافنا واشتكى علينا. لكن بعد أيام اجتنا فكرة جديدة، ليش ما نقول لبنت المدير إنها تفتح لنا المدرسة عشان نلعب كرة القدم. بنت المدير كانت في نفس عمرنا، كانت جارتنا وكانت بنت طيوبة كثير. عشان كذا ما فكرنا ولو دقيقة ورحنا لبيتها. تبغين إننا نلعب كرة القدم؟ أيوة أبغى. ممكن نلعب في ملعب المدرسة؟ أبوها كان شخص مرة طيب ووافق بسرعة. بكرة دخلنا المدرسة وكنا نحس بفخامة. كان في فريقين أساسيين، أنا وأختي ما كنا نبغى نكون في نفس الفريق. الفريق الأول كان فيه أنا وبنت المدير وأخوها الصغير كمان، والفريق الثاني كان فيه أختي وصديقة ثانية لإلنا هي وأختها الصغيرة. أنا ما أحب بنت المدير، ليش رايحين عندها؟ هنا نكون خلصنا الجزء الأول للقصة. إذا تبغون تشوفون التتمة اكتبوا لي في التعليقات. وفي الأخير أترك لكم بعض الكوميكس اللي كنت أسويها على الإنستغرام واللي تخص المنتخب المغربي كل مرة كان يتأهل ويفوز في المباراة. وفي الأخير أتمنى أنكم تسوون لايك وتشاركون الفيديو مع أصحابكم، وإلى اللقاء يا أحلى أصدقاء.